السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وسلام وامن وامان. شايفين الجمال؟ كيكة شوكولاتة تحفة بجد، من احلى واجمل كيكات الشوكولات بالدنيا دي كلها. شايفين هشة ازاي وطرية؟ خطيرة خطيرة خطيرة. وهنعمل لها كمان صوص تحفة، يعني تقدري تعملي بالكيكة دي نصين، نص تخليها هشة كده مع الشاي، ونص تحطي عليها صوص رهيب واقتصادية جدا. طيب تمام، فورا بقى ندخل في المقادير، بس عايزه منكم لايك وشير كتير الفيديو، وتعليقاتكم بجد بتفيدني. هحتاج كده نص كوبايه زيت صغيره، ونص كوبايه سكر، وكوبايه حليب سائل، وعندي كده في البوله الصغيره دي في 2 بيضه، وعليهم معلقه خل ومعلقه من الفانيليا، وكوبايه ونص من الطحين، ومعلقه صغيره من البن، وطبعا معلقه من البيكنج باودر، وهحتاج 3 معالق من الكاكاو الخام، بودره الكاكاو الخام. كله كده في الخلاط. هتجيب الخلاط، هنضيف الزيت والسكر والحليب وكمان البيض والفانيليا والخل ومعلقه البن، وهنحط كمان 3 معالق من كاكاو بودره الخام. كالعاده هسيب لكم المقادير في نهايه الفيديو عشان عايزين تاخدوها سكرين. حطينا الكاكاو، هنروح نخلطهم خلطه كويسه جدا، وبعد كده هنجيب البوله بتاعتنا وهنضيف فيها الخليط، وهننزل بكوبايه ونص من الطحين ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. تقدري تحطي معلقه الخل هنا لو مش عايزه تضيفيها في البيت من البدايه، براحتك، وممكن تستغني عنها خالص. اصلا الكيكه لوحدها مقاديرها مظبوطه وهتطلع معاكي هشه جدا. بعد ما خلطتيهم بثواني كده مش هياخدوا منك حاجه، هتجيبي بايركس او صينيه اي حاجه، او بتوع الكب كيك او قلب الكب كيك اي حاجه، وهتدينيها دهنه بسيطه من الزيت، وتنزلي بالخليط بالكامل. هتكوني مشغله الفرن كويس جدا وسخن، هتدخليها تاخد بالظبط التلت ساعة. هتجربيها كده بأي حاجة استوت ولا شوكة أو سكينة أو أي حاجة، هتلاقيها استوت هتطلعيها فورا، مش هتشغلي الشواية من فوق. بصوا بقى الجمال، رهيبة يا بنات رهيبة. طيب كده بقت عندك الكيكة اللي هي بتاعت الشاي العادية، بس أنا هاجي أعمل معاكم صوص كده. كوباية من الحليب السائل صغيرة، ونص كوباية من السكر، وربع كوباية من الزيت، وأربع معالق أو ربع كوباية من الكاكاو البودرة، وشويه من القهوه عشان طعمها قهوه، وضربتهم بالخلاط لمده دقيقتين بقوا بالقوام الجميل ده. وهتجيبيهم وتضيفيهم على الكيكه بتاعتك. بصوا جمالها بقى، خطيره بقى، يعني مش محتاجه انا اتكلم، اعتقد شايفينها. اقتصاديه جدا جدا، غير مكلفه، تقدري تعمليها لضيوفك، ما بتتحط يعني بتتحضر كلها في بعضها في وقت بسيط قوي. تقدري تحطيها بقى كده في علبه بلاستيك وتحتفظي بيها في الثلاجه لتاني يوم، وتقدري تعملي منها كميه وتحطيها بالفريزر قوالب الكيكه. كده وصلنا نهاية الفيديو، أتمنى يكون عجبكم. ما تنسونيش بدعوة من قلب الأم بالرحمة والمغفرة. نتقابل فيديو جديد، مع السلامة.